بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء من لقاءات هذا الشهر الكريم، ولازلنا في دراستنا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. قبل حقيقة أن أذكر موضوع هذا اللقاء، مسألة فقهية يكثر السؤال عنها في هذه الليالي من الأخوات فيما يتعلق بالدورة الشهرية، هل يجوز للمرأة أن تأخذ بعض الأدوية كالحبوب وغيرها التي ترفع هذه الدورة لأنها ترغب أن تكمل صيام هذه الليالي أو صيام هذه الأيام وأن تقوم هذه الليالي المباركات؟ كثير ما يتردد مثل هذا السؤال، والجواب فيه تفصيل باختصار شديد، أنه يجوز لها أن تأخذ مثل هذه الأدوية لرفع هذه الدورة بشرط ألا تؤثر هذه الحبوب على صحتها. فإذا أثرت على صحتها بأن توقع فيها أو عليها الضرر، هنا لا يجوز لها أن تأخذها. ثم نقول للمرأة، نقول هذا أمر كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فتبقى المرأة على طبيعتها وهي مأجورة بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أقول، من الذي قال إن بركة هذه أو أن تحصيل الأجور في هذه الليالي العظيمة يكون قاصرا على الصلاة وعلى قراءة القرآن؟ هذا نوع من أنواع العبادات. نعم، صحيح أن أجل الطاعات وأظهر العبادات في هذه الليالي الصلاة، القيام، هذا لا نختلف فيه، ولكن من الذي قال أن العبادة فقط تكون قاصرة على القيام وقراءة القرآن؟ قراءة القرآن إن شاء الله على الصحيح ما تميل إليه النفس أنه يجوز، لا دليل على المنع، فتقرأ بحائل دس أو بطرف ثوبها أو مش أو من الآيباد أو الكمبيوتر، لا إشكال، تكمل ختمتها بإذن الله، لا حرج. أما الصلاة، أولا هي معذورة، والله عز وجل يعلم من نيتها أن لولا هذه الدورة لصلت، فهي تؤجر، يكتب لها ما نوت بحمد الله عز وجل. ثانيا، هناك عبادات كثيرة، الحيض لا يمنع منها، الدعاء، ويقول عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أن تدعو خصوصا في الثلث الأخير من الليل، الاستغفار، الذكر، التسبيح، التهليل، الصدقة، صلة الرحم، عبادات كثيرة جدا تستطيع أن تفعلها، فقط الصلاة هي التي لا يجوز لها أن تفعلها وهي مأجورة على نيتها. فلذلك أقول لكل أخت أتاها أو سيأتيها العذر الشرعي، يا أخيه لا يضيق صدرك، فهذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، إن أردت أن تأخذي هذه الحبوب إذا كانت لا تؤثر في رفع الدورة أو في تأخيرها لا بأس بهذا الضابط، أن لا تؤثر صحيا، وهذا تقرره الطبيبة الثقة المعالجة بعد استشارتها يعني. الأمر الثاني، إذا الحالة الثانية إذا نزل هذا يعني دم الحيض فالحمد لله، لتجتهدي في بقية العبادات وأنت مأجورة بإذن الله عز وجل على هذه النية الصالحة. نرجع مرة أخرى لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في درس الأمس، وكان درس مهم،
ذكرنا فيه بعض الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم والمراسلات التي أرسلها إلى ملوك الأرض ورؤسائهم، قيصر، هرقل هو قيصر، هرقل وكسرى والنجاشي والمقوقس وغيرهم ممن راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وتحديدا في هذه المهلة التي جرى الاتفاق عليها بينه وبين كفار قريش، وما جرى من ردود هؤلاء الملوك. في المحرم من السنة السابعة من الهجرة وقعت غزوة من أعظم الغزوات، وكان لها الأثر الإيجابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة المسلمين وفي تأسيس دولة الإسلام في المدينة النبوية. هذه الغزوة هي غزوة خيبر، وهي التي ستكون موضع الكلام في هذا اللقاء بحول الله وقوته. خيبر تبعد 171 كيلو متر شمال المدينة، 171 كيلو متر شمال المدينة النبوية، وهي إلى الآن معروفة، مدينة معروفة وتسمى بهذا الاسم، اسم خيبر. خيبر كانت مجتمعا لليهود، وكثير من قبائل اليهود، قينقاع، يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ممن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عدا قريظة، لأن قريظة كنتم تذكرون في غزوة قريظة، قريظة بعد الأحزاب ضربت أعناق الرجال وسبيت النساء وبيعت النساء، عدا ذلك بني النضير بنو قينقاع قد أجلوا وطردوا من المدينة لخيانتهم كما مر معنا. فجزء منهم ذهب إلى خيبر واستقر مع أبناء عمومته وأقربائه أيضا من اليهود، لأنها في الأصل هي في حصون لليهود، ومنهم من ذهب إلى أطراف الشام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الحرب أوزارها بينه وبين كفار قريش وهدأت الأمور، لم ينسى صلى الله عليه وسلم الدور التآمري الخبيث الذي قام به اليهود، يهود خيبر، لأن يهود خيبر كما أخبرتكم في بداية غزوة الأحزاب هم الذين أشعلوا فتيل الحرب، هم يهود خيبر، زعماؤهم عندما ذكرنا 20 رجلا من زعماء ورؤساء وأشراف يهود خيبر ذهبوا إلى قبائل العرب قريش وغطفان ومن ورائهم من قبائل، وهم الذين ألبوا وجمعوا هذه الجموع وحزبوا الأحزاب ليضربوا المدينة عن قوس واحدة، بل هم الذين أيضا راسلوا يهود بني قريظة في المدينة وزينوا لهم الخيانة أثناء غزوة الخندق، وكانت أن تقع كارثة لولا أن الله سلم. إذن كل هذه المصائب كان مبعثها هذه البؤرة، بؤرة خيبر التي كان يسكنها يهود خيبر، لذلك لابد من تأديبهم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت مناسبا بعد أن كما قلنا أبرم الصلح بينه وبين قريش، فاتجه صلى الله عليه وسلم وندب المسلمين وأخبرهم أنه لا يخرج معه إلا من أراد القتال، لا يخرج معه من أراد الغنيمة. فلم يخرج معه صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب الحديبية، إلا أصحاب بيعة الرضوان، 1400 رجل خرجوا معه صلى الله عليه وسلم واتجهوا إلى خيبر. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، يعني جعل خليفته على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. سلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق المعروفة إلى خيبر، قلنا تقع في شمال المدينة، سلك الطريق المعروفة الموصل إلى خيبر، وفي منتصف الطريق أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريقا آخر جهة الشام ليأتي خيبر من جهة الشام، ليقطع الطريق على اليهود إذا أرادوا أن يفروا إلى الشام، ليحصرهم صلى الله عليه وسلم ليقاتلهم حتى لا يسمح لهم بالفرار، ليتمكنوا بعد ذلك من بث الشرور والفتن. وصل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من خيبر، بات تلك الليلة ولم تشعر اليهود بقدومه، وهذه كانت
استراتيجية عند النبي صلى الله عليه وسلم، استراتيجيته في القتال خارج المدينة أنه يباغت من يريد قتاله، كما فعل من بني المصطلق، وكما فعل هنا مع خيبر، وكما سيفعل صلى الله عليه وسلم، ونذكر بحول الله وقوته في الدرس القادم والذي بعده في فتح مكة أيضا أراد أن يباغته. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حقن الدماء، فإذا ما باغتهم سيستسلم وتحقن الدماء، ما كان حريصا على سفك الدماء صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلا وصل على مشارف خيبر وبات تلك الليلة على مشارف خيبر، ولم تشعر اليهود بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبجيش المسلمين. في الصباح، في صباح هذه الليلة التي بات النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من خيبر، خرج اليهود على عادتهم إلى حقولهم، وكانوا أصحاب زرع ونخيل، فخرجوا على عادتهم بمساحهم الآلات الزراعة ليزرعوا. فعندما خرجوا وجدوا الجيش، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ففروا مسرعين ودخلوا حصونهم وهم يصيحون بأعلى صوتهم: محمد، والله محمد، والخميس. الخميس يعني الجيش. فأخذ ينذر بعضهم بعضا. وقلت لكم في مناسبة الماضية أيها الإخوة أن اليهود دائما يحرصون على بناء الحصون. هذه الحصون تستخدم كوسيلة دفاعية ناجحة إذا داهمهم العدو وما استطاعوا أن يقاتلوا لكثرته، يتحصنون في هذه الحصون، في هذه الأسوار الشاهقة، ويغلقون هذه الأبواب عليهم، ثم يأتي عدوهم ويضرب عليهم الحصار. وهنا كما يقال تبدأ لعبة عض الأصابع، من الذي يستسلم أولا، إما المحاصر أو المحاصر. فإما أن يكون المحاصر قد أخذ معه مؤونة قليلة كما وقع لكفار قريش في الأحزاب، فما يتحمل لفترة طويلة فيفك الحصار وينصرف. وإما أن يستسلم المحاصر إذا لم يكن قد استعد وأخذ معه المؤونة الكافية، لأن من الحصارات ما تصل إلى شهور طويلة. فكما نقول تبدأ لعبة عض الأصابع، من الذي يستسلم أولا. والحكمة في مثل هذه المواقف كما قال العرب، كما قالت العرب: الشجاعة صبر ساعة. فدخلوا إلى حصونهم وهم يقولون: محمد، محمد، والله، والخميس. أغلقوا هذه الحصون، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. وخيبر ثلاثة أقسام: قسم النطاة، اسمه النطاة، وقسم الكتيبة، وقسم الشق. وكل قسم من هذه الأقسام مثل مدن كبيرة يعني في خيبر. كل قسم أو كل شطر أو كل مدينة سمها ما شئت، سمها ما شئت، فيها حصون. فشطر النطاة فيه ثلاثة حصون كبيرة، وشطر الكتيبة فيه ثلاثة حصون كبيرة، وشطر الشق فيه حصنان كبيران. وغالب هذه الحصون حصون منيعة مجهزة مملوءة بالطعام والسلاح والرجال. فالأمر يعني كانت غزوة عصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله فتح عليه كما سنذكر. إذن تحصنت اليهود في هذه، في أول شطر من هذه الأقسام الثلاثة، ألا وهو شطر النطاة. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأيام وليال، امتنعت عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي: قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هذه بشارة، بشارة عامة وبشارة خاصة. البشارة العامة هي الفتح: لأعطين الراية غدا رجلا، إلى أن قال: يفتح الله على يديه. إذن هذه بشارة عامة للمسلمين. ثم هناك بشارة خاصة لهذا الرجل، لصاحب الحظ السعيد
الذي سينال هذه البشارة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن الله يحبه وأن رسوله يحبه صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله ليس الشأن أن تحب، بل الشأن كل الشأن أن تحب. كل واحد يقول أنا أحب الله ورسوله، كل واحد، بل إذا لم يقل هذا الأمر لكفر. ولكن المنقبة أن يحبك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن نال محبة الله سبحانه وتعالى فلا يشقى، إذ أن الحبيب لا يعذب حبيبه. فهذه بشارة، لذلك بات الناس ليلتهم في تلك الليلة وكلهم يعني باتوا يدوكون يتباحثون، من هذا صاحب الحظ السعيد الذي سيبشر في صباح غد بهذه البشارة، يعطى الراية. فعندما أصبح الناس ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، ما بالإمارة، لكن في تلك اللحظات كنت أتمنى أن أخذ هذه الراية وأخذ إمارة الجيش، لي ليس طمعا في الإمارة وإنما طمعا أن تنالني هذه البشرى يحبه الله ورسوله. أصبح الناس ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله ويشتكي عينيه، أصاب عينيه الرمد. فأمرهم أن يأتوه به، فجيء بعلي يحمل، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي الله عنه وأرضاه فبرئت عينه كأن لم يكن بها وجع صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك، يعني بهدوء، حتى إذا نزلت بساحتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، إلى آخر الحديث، وحثه على هدايتهم وعلى دعوتهم إلى الإسلام. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمراء، وهي من أنفس أموال العرب، يعني حثه على أن يدعوهم أولا، فإن أبوا فيقاتلهم. فذهب علي رضي الله عنه أرضاه، وعندما علمت اليهود بذلك نقلوا من هذه المنطقة التي فيها حصن كما قلنا شطر النطاء 3 حصون، نقلوا نساءهم وذراريهم من الحصن المواجه للجيش إلى حصن في الخلف، نقلوا نساءهم وذراريهم. ثم بعد ذلك دعاهم علي بن أبي طالب إلى الإسلام فرفضوا وامتنعوا وأصروا على القتال وخرجوا للقاء علي رضي الله عنه وأرضاه. وقبل يعني وقوع القتال خرج مرحب وهو أحد فرسان اليهود، وكان فارسا مقداما شجاعا، خرج وهو يرتجز ويقول بأبيات من الشعر قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. هذه عادة عندهم أنه إذا أراد أن يقاتل نوع من الشحذ المعنوي حتى يتقوى ويتشجع معنويا ليقدم ولا يدبر. فخرج له عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. اختلف ضربتين بين مرحب وعامر بن الأكوع رضي الله عنه، ثم بعد ذلك وقع الضربة مرحب في ترس عامر، فكأن سيفه قد ثبت في ترسه، فأراد عامر أن يستغل هذه اللحظات فأراد أن يضرب مرحب في ساقيه، ولكنه كان بعيدا وسيف عامر بن الأكوع كان قصيرا،
فأخطأه لم يصبه وعاد السيف عليه على عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم نقل بعد ذلك ومات على إثرها رضي الله عنه وأرضاه. أيضا دعا مرحب مرة أخرى للمبارزة فقال هم من مبارز، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، خرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولا أدري هل هذا من حسن حظ مرحب أو من سوء حظه، أظنه أنه من سوء حظه أن خرج له علي بن أبي طالب. فعندما خرج علي أيضا أخذ علي يرتجز ويقول هذه الأبيات: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، الحيدر هو الأسد من أسماء الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. يقال إن أمه فاطمة بنت أسد، أم علي اسمها فاطمة، كانت تلاعبه وهو صغير وتسميه حيدرة، وهذا يبين مدى أثر تربية الأم. حين بعض الأمهات بدل أن تربي الولد على الرجولة تربي على النعومة وتخلي مثل خواته يحط حمرة ويلبس ويطلع مصيبة كارثة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتجني عليه جناية مدمرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم علي لا، شوف كيف كانت تغرس فيه يوم كان طفلا، كيف أخذ يرتجز بهذه في هذا الموقف الشجاع ويتذكر تلك الأبيات التي كانت تلاعبه به أو بها أمه. مثل ذلك أيضا شيء بشيء يذكر معروف عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان هذا الملك والخليفة رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي وخال المؤمنين، كانت أمه هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان كانت تلاعب معاوية كان صغيرا، فمر أحد سادات قريش، وقلنا أيضا مرارا أن العرب كانت لديهم الفراسة يتفرس من أشد الناس فراسة، فقال لأمه لهند قال: إني أرى عليه علامات النجابة وعلامات القيادة، فسيكون أرى إنه سيكون سيد العرب أو سيد قومه. فقالت هند: ثكلته إذن إن لم يكن سيد العرب. يقول سيد قومه، بس سيد قومه لا، مالت عليه عير لسيد قومه، أنا أريد سيد العرب. وفعلا ساد معاوية العرب والعجم وأصبح ملكا لعشرين سنة قائدا فذا رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان، وسيرته عطيرة رضي الله عنه وأرضاه. وأدعوكم من كلام هؤلاء المخرفين الذين لا يفهمون شيئا. نرجع مرة أخرى إلى علي بن أبي طالب مع مرحب، فقال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه مكريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فخرج له علي عندما أقبل هذا مرحب بضربة واحدة، كأن مرحب قد خلق من غير رأس، أطاح علي برأسه رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج بعد ذلك أخوه ياسر أخو مرحب، أيضا كان فارسا مقداما، خرج، فخرج له الزبير بن العوام. شوف أسماء من العيار الثقيل هذه رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج رضي الله عنه وأرضاه أيضا، ما طول معاه كما نقول، أطاح برأسه ألحقه بأخيه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم دار القتال المرير بين اليهود في شق أو في شطر النطاء أولى هذه الأقسام، وبين المسلمين، وأبلى المسلمون بلاء حسنا وفتح الله عز وجل عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق قال: يفتح الله على يديه. ففتح الله تبارك وتعالى شطر أو الحصن الأول من شطر النطاء. ثم حتى يعني أختصر عليكم الكلام طويل في غزوة خيبر والتفاصيل فيها ربما نحتاج لوقت طويل، فالشاهد أنهم انتقلوا إلى الحصن الثاني من شطر النطاء، أيضا فتحه المسلمون، انتقلوا إلى الشطر الثالث من شطر النطاء، الحصن الثالث فتحه المسلمون، ثم تركوا شطر النطاء بثلاثة حصونه وفر اليهود إلى الشطر الآخر
وهو شطر الكتيبة، واعتصموا بالحصن الأول منه، وقلنا فيه ثلاث حصون أيضا، وأيضا يضرب عليه المسلمون الحصار، يمتنعون في البداية ثم ينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو العفو ينتقلون الحصن الآخر، وهكذا المسلمون يتقدمون ويفتحون حصنا تلو حصن، حصنا تلو حصن، إلى أن تحصل اليهود في حصن من حصون الشق، وهو الحصن قبل الأخير، وهو حصن النزار، ويقال إنه أشد الحصون مناعة، كان على رأس جبل، وكان اليهود يعلمون علم اليقين أنه من المستحيل أن يفتح المسلمون هذا الحصن، لأنه على جبل مرتفع، كيف تصعد إليه؟ ولذلك تحصنوا جميعهم، هم ونساؤهم وذراريهم وأموالهم، تحصنوا في هذا الحصن الذي كان يغلب على ظنهم أنهم لن يستطيع المسلمون أن يفتحوا، ولكن تفاجأوا بأن المسلمين حاصروا هذا الحصن وبدأوا بنصب المجانيق. مجانيق معروفة، مجانيق التي يعني تكون من قطع من الخشب ثم توضع فيها الحجارة أو توضع فيها كرات النار المشتعلة ثم تقذف، فهذه تكون أشبه ما يكون في الوقت المعاصر بالمدفعية، جهاز المدفعية أو يسمونه أو قوة المدفعية تدك المدن، فهذه المجانيق أشبه بسلاح المدفعية، وكان يعتبر آنذاك مدمرا، يعني كأنك تقصف مدن. فعندما رأى اليهود وتفاجأوا أن المسلمين بدأوا وشرعوا في نصب المجانيق، هنا وقع في قلوبهم الرعب وقالوا خلاص نستسلم وننزل على حكمك يا محمد صلى الله عليه وسلم. صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينزلوا على حكمه وأن يسمح لهم بأن يخرجوا بنسائهم، يعني أن يؤمنهم على أرواحهم وعلى نسائهم، ويخرجوا إلى الشام دون أن يقاتلوا. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم، لأن كما قلنا لم يكن حريصا على سفك الدماء صلى الله عليه وسلم، واشترط عليهم بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم فقط، يعني الأموال التي تستطيع أن تأخذها معك لكن ما تجر شيء خلفك، يعني عربات أو صناديق أبدا، تأخذ ما استطعت أن تعبيه في جيوبك ويكون على راحلتك، أموال خفيفة حتى تبلغك الجهة التي ستصل إليها، الشام أو غيرها، عدا ذلك ما تأخذه. ثم أيضا ونهاهم أن يأخذوا الصفراء والبيضاء، الصفراء يعني الذهب، والبيضاء الفضة، ما تأخذون ذهب وفضة، ذهب فضة خيل سلاح ممنوع، تخرج بأموالك الأخرى متاع وبقدر ما تحمله الركاب فقط، هذا هو الشرط. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكاتبهم ومن خالف ذلك فقد برئت منه الذمة، يعني لو أنتم طالعين تفتيش أي واحد يكون مخالف هذا الأمر أخذ معه عبة بجيبة ذهب أو فضة أو سلاح، إذا برئت منه الذمة، لا عهد له عندي، تضرب عنقه. اتفقنا؟ اتفقنا. خرجوا إلا يعني أخوان من اليهود، وتعلمون اليهود ما يحبون الفلوس، ما يحبون الذهب، فيعني لم تطب نفوسهم أن يتركوا هذا الذهب الذي أفنوا أعمارهم في جمعه. لذلك هذان رجلان يعني شقيان من اليهود أخذا معهما شيئا من الذهب ثم مسكا وطبق عليهما هذا القانون فضربت أعناقهما، وأما البقية قد خرجوا إلى الشام أو إلى غيرها من البلاد، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كبيرة وكثيرة في هذه الحصون، 8 حصون، 3 في النطاء و3 في الكتيبة و2 في الشق، 3 حصون غير الحصون الأخرى الصغيرة التي هي يعني لم تذكر، إنما ذكرت الحصون المنيعة فيها أموال وميرة وطعام وغير ذلك مما وسلاح مما تركه اليهود. في الاشتباكات الأولى قبل استسلام اليهود، طبعا وقع قتلى قبل استسلامهم،
وقع قتلى وأسرى وسبي، فمن جملة السبي صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو سيد بني قريظة، سيد بني النضير وسيد بني قريظة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه المرأة المباركة التي كانت سبية عند دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إنها لا تليق إلا بك، فهي بنت سيد اليهود، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلمت، وجعل عتقها صداقها، يعني قال صداقك مهرك عتقك، وهذا دليل كما يقول الفقهاء في كتاب أو في باب الصداق من كتاب النكاح أن الصداق يجوز أن يكون منفعة، الصداق المهر يعني يجوز أن يكون منفعة، يعني مثلا شخص يريد أن يتزوج ومن ابنتك وتعلم أنه رجل صالح عابد يخشى الله عز وجل وسيتقي الله عز وجل في ابنتك، ولكنه قليل ذات اليد فقير، وتقول له أزوجك ابنتي على أن تحفظها كذا وكذا من القرآن، يجوز؟ يجوز. فالصداق ولو كان منفعة، منفعة ليس أمرا ماديا، يجوز. وهذا وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خاص له صلى الله عليه وسلم، ما تجيك المرأة وتقول لك والله وهبت نفسي لك، لا ما يجوز، هذه خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تهب المرأة نفسها. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم، أخذ يقلب النظر ثم سكت، يعني ما رغب فيها، لم يرغب فيها فسكت. فكان عنده أحد الصحابة رضي الله عنه فقال يا رسول الله زوجنيها، إذا أنت ما زوجها فقير ما عندي، فأراد أن يصدقها يعطيها مهر ما عنده، قال التمس شيئا أي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد أي شيء، عطها مهر، ما يصير، لازم أن تعطي المرأة صداق، ما تأخذ هكذا. فقال هذا الصحابي أعطيها إزاري، قال ما تفعل بإزارك؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه أنكحك إياها على أن تعلمها سورة كذا وكذا من القرآن، قيل إنه قال البقرة وآل عمران، وفعلا كان هذا الصداق من هذا الصحابي أن يعلمها سورة البقرة وآل عمران. من العجيب أعرف شخصا، هذا قد يكون غريب، أعرف شخصا في هذا الزمان هو يقول لي وإن شاء الله أنه صادق، يقول تزوجت زوجتي قبل يمكن 3 سنوات، تزوجت زوجتي وكان صداقها أن أعلمها آيات من القرآن، وقلت هذه لعلها سنة حسنة، يعني أن مو شرط أن آيات من القرآن، لكن على الأقل نخفف في هذه المهور التي أكهلت كاهلة كثير من الشباب. نعم، أعرفكم تحبون مسائل الزواج نعم، لكن عرجنا على السريع ثم نعود مرة أخرى إلى ما جرى في غزوة خيبر. وين وصلنا؟ صفية، صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأعتقها وتزوجها. كان من أثر هذه الغزوة والقتال أن قتل من اليهود 93 رجلا، وقتل من المسلمين قيل 15 وقيل 16 وقيل 18 رجلا، فكان هذا الانتصار العظيم في خيبر، وكما قلنا قد غنم صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فتح الله عز وجل عليه بعد انتصاره من خيبر، وهم في هذا الفرح والسرور في هذا الانتصار والفتح لخيبر، وصل إليه مهاجرة الحبشة. ذكرنا في لقاء الأمس أن عمرو بن أمية الضمري هو الذي ذهب مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في الحبشة، وكتب له النجاشي وزوجه أم حبيبة وأهدى إليه ما أهدى، وأرسله في سفينتين مع المهاجرين في الحبشة. ففي طريقهم، طريق المهاجرين من الحبشة إلى المدينة، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فانقسموا إلى قسمين، القسم الأكبر ذهبوا مع نسائهم وأهليهم، أكملوا المسير إلى المدينة
ويعني عدد قليل، العشرة وتجاوز قليلا، بقيادة جعفر رضي الله عنه وأرضاه، قد اتجهوا إلى خيبر، إنهم مشتاقون للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى خيبر مباشرة. حتى رآه صلى الله عليه وسلم، رأى جعفر، أخذ يقبله ويضمه وهو فرح مسرور بقدوم جعفر، حتى قال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقسم صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بين المجاهدين، قسمها إلى أسهم هذه الغنائم بما فيها الغنائم والسبايا، وقسمها بين المجاهدين في سبيل الله، وكذلك ضرب سهما لمهاجري الحبشة جعفر ومن معه، أيضا أعطاهم من هذه الغنائم إكراما لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا جاءه ووافاه بخيبر الصحابي الجليل أبو هريرة. كان إسلام أبي هريرة متأخرا، في السنة السادسة تقريبا ذهب أبو هريرة إلى المدينة، فعندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في خيبر، استأذن من والي المدينة وذهب إلى خيبر للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذن السنوات التي بقي أبو هريرة وهو راوية الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات، ولكن كان ملازما له، كان ملازما له. وبعض الناس ربما يثير شبهة الآن، هؤلاء سبابة الصحابة، يقول: كيف أبو هريرة 4 سنوات يروى هذه الأحاديث الكثيرة؟ وش الغريب فيها يعني؟ إيش الغريب؟ يا أخي طفل صغير ربما يوفقه الله عز وجل، شاب، وهذا كثير بين الشباب الآن، يلازم الكتب والمتون في ظرف أشهر يسيرة، يحفظ ألوف الأحاديث، ألوف الأحاديث، على كثرة المشاغل وكثرة الملهيات وضعف الذاكرة، ومع ذلك يحفظ. فكيف بذلك الزمن والعرب جل اعتمادهم على الذاكرة؟ قلنا ذلك في لقاء ماضي، العرب قليل ما يكتبون، لكن على الذاكرة ذاكرة جبارة، يحفظون القصائد الطويلة لأول مرة. لذلك أبو هريرة كان ملازما، لأنه كان من أهل الصفة، كان فقيرا، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كظله، وين ما يروح معه فيحفظ، يسمع الكثير فيحفظ. أما الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشغولين، ولذلك كان عمر رضي الله عنه متفق، قد اتفق مع أحد الأنصار يتناوبون، لأنهم لم يكونوا بطالين جالسين بس، لا، يشتغل ويعمل كحالنا. تقدر تقعد في البيت ما تشتغل؟ شلون تاكل؟ شلون تعيل عيالك؟ لازم تعمل. فكانوا يعملون، فحتى لا يفوتهم الخير يتناوبون. فأبو بكر عمر رضي الله عنه مثلا يعني اتفق مع أحد الأنصار، يقول له: أنا أذهب لأعمل في الوقت الفلاني وأكتسب قوت يومي وقوت عيالي، وأنت تكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتسمع منه الأحاديث والتوجيهات والقرآن والخير، ثم تخبرني، وبعدين إذا رحت أنت لعملك أنا أسمع، وهكذا دوالك. أما أبو هريرة فكان فقيرا ما عنده عمل، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمع من الأحاديث شيئا كثيرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبسط له ثوبه، فما نسي شيئا حفظه بعد ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راوية الإسلام بلا منازع. ولذلك هؤلاء الأخباث يوجهون سهامهم على أبي هريرة تحديدا. لماذا؟ قلنا مرارا، لأنهم ما أرادوا أبو هريرة، ما أرادوا أبا هريرة، أرادوا أن يسقطوا السنة، فإذا سقط الراوي سقط الخبر الذي يحمله، عليهم من الله ما يستحقون. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا في فتح خيبر. بعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من خيبر، وقبل الرحيل جاءه وفد من اليهود اللي طردهم من يهود خيبر، فقالوا له: يا محمد، يعني نعطيك اقتراح، صلى الله عليه وسلم نعطيك اقتراح، لماذا لا تبقينا على هذه الأرض؟ أنتم في خيبر فنحن أعلم بها منكم، نعرف زراعتها ونعرف نخيلها ونعرف هذه الأرض، أبقنا فيها ونعمل في هذه الزروع والنخيل، ثم نعطيك شطرها، نصف الغلة تأخذها. وهذا هو الأصل في باب عند الفقهاء يسمى بالمزارعة، بالمزارعة والمساقاة، هذه المزارعة، تعطي، تتفق مع عامل، عندك مزرعة مثلا في الوافرة ولا في أي مكان ولا في سويسرا، ممكن
فتتفق مع عامل تقول لي بهذه مزرعة أعطيك البذر، أنت تبذرها وتحرثها وتعمل فيها، ثم ثلث ثمارها يكون لك، نصف كما تتفقان، ثلث ربع، المهم يكون مشاع حتى تكون المزارعة صحيحة. أصل هذا العمل ما جرى في خيبر، مزارعة، أنتم العمل والبذر وتعطون نصف الغلة، وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة. وخيبر كانت من يعني تربتها من أجود التربة، ولذلك عندما فتحت خيبر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت الآن نشبع من التمر من كثرة التمور والخير في هذه المنطقة. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في خيبر وأن يشاطروه غلتها، ولكن قال لهم أجليكم منها متى أشاء. قالوا نعم. ثم استمر هذا الحال طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطيلة حياة أبي بكر. ولكن اليهود هم اليهود، وصاحب القديمة لا يدعها، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، فأخذوا في زمان عمر يبثون الشرور والفتن مرة أخرى، فما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أجلاهم، طردهم من خيبر وعادها كاملة إلى المسلمين. أيضا وقعت حادثة بعد فتح خيبر، وذلك أن امرأة من اليهود أرادت دعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعته لطعام، وكان صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه أنه لا يرد أحدا، فقال لها سنجيب دعوتك، فشوت لهم شاتا، شات مصلية مشوية، شات، وسمت هذه الشات. شوف اليهود مشكلة، ما في أمان يعني، سمت هذه الشات سم، وسألت أي مكان يحبه محمد صلى الله عليه وسلم من الشات، فقالوا الذراع، وفعلا أطيب ما في الشات الذراع، فجعلت السم مركزا في الذراع، ثم دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذ صلى الله عليه وسلم لقمة فلاكها، يعني مضغها ولكنه ما ابتلعها، لاكها، فأنطق الله عز وجل الشاة له وأخبرته بأنها مسمومة، فلفظ صلى الله عليه وسلم الشاة، لفظ هذه اللقمة، ودعا هذه المرأة، قال لها لماذا وضعت هذا السم، انظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الآن لو في الوقت المعاصر شو يصير، كان يذبحها ويذبحها هلها ويذبح جيرانهم ويسحق مدينتهم ويدمر اللي خلف اللي خلفوه، يعني حتى أبد يستأصل شأفتهم من جذورها بدون كلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، لأن الأمر كله عنده، ولكنه معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، دعها وقال لها لماذا تسمين، لماذا، فقالت عذرا أقبح من ذنب، قالت قلت إن كان ملكا هلك ونرتاح منه، وإن كان نبيا سيخبره ربه تبارك وتعالى، يعني كان اختبار تختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن عفى عنها، قال خلاص انتهى الموضوع، عفى عنها. ولكن الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه بشر ابن البراء ابن معرور قد سبقت يده إلى هذه الشاة وأكل لقمة منها فسار السم في جسده فمات. هنا الأمر مختلف، هنا القصاص، فدعاها مرة أخرى وضرب عنقها، ليس انتقاما له وعفى عنها، ولكن قصاصا لذلك الصحابي الذي قتلته، فإن النفس بالنفس. إذن هذه أيضا مما وقع له، وأصبحت هذه الأكلة إنه ولاكها في فمه ولكنه ما ابتلعها، لفظها، ولكن السم سرى في جسده الشريف
بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن هذه الخبيثة العجوز الشمطاء هذه المجرمة قد جعلت السم مركزا في المكان الذي أخذ منه صلى الله عليه وسلم، حتى كان هذا السم يعاوده في كل عام ويتوعك منه صلى الله عليه وسلم، وفي آخر حياته قال قتلتني يهود عليهم من الله ما يستحقون. وهذا أمر ليس بغريب، فهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه سيرتهم، إما يقتلون إما يكذبون، ولهم تاريخ أسود مظلم مع أنبياء الله ورسله. قدموا رأس يحيى السيد الحصور لبغي، رأس يحيى نبي كريم من أسرة مباركة ابن زكريا قدم مهرا لبغي، يعني مو بعد امرأة شريفة، لبغي قدم رأسه، وباءوا بقتل عيسى، باءوا بإثم قتل عيسى، وإلا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. ولكن في صحيفة أعمالهم من عاصر قد دون هذا الإثم، لأنهم هم صلبوا شخصا بعد أن ألقى الله الشبه على شخص آخر في القصة المعروفة. إذن هم حقيقة يعني في 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 واقع الحال صلبوا عيسى، لكن في حقيقة الأمر ما صلبوا عيسى، ولذلك باءوا بإثمه. وعليه فقس حالهم مع اليهود، مع الأنبياء والمرسلين، مع ملائكة الله، بل حتى تطاول هؤلاء اليهود المجرمون تطاول على مقام رب العزة والجلال، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من تطاولهم القبيح على رب العزة والجلال. إن هؤلاء مجرمون، يعني تاريخهم أسود حافل بهذه الإجرام. أيضا مما وقع بعد غزوة خيبر قضية فدك. ما قصة قضية فدك؟ فدك منطقة قريبة في شرق خيبر على بعد مسيرة يومين من خيبر، وأيضا هذه فدك كانت يعني منطقة مأهولة باليهود. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر اتجه إلى فدك، وقد أرسل قبل ذلك إليها محيصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أن يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ولكنهم أبطأوا لم يستجيبوا لهذه الدعوة. ثم بعد ذلك عندما سمعوا بأخبار فتح خيبر وقع الرعب في قلوبهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم، أي يهود فدك، أن يعاملهم كما عامل يهود خيبر، يعني أن يبقيهم على أرضهم في فدك ويعملوا في هذه الأرض على أن تكون نصف الغلة للمسلمين. وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرض فدك خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، والله لا يسأل عما يفعل. هذه قصة فدك باختصار. طبعا المبتدعة سبابة الصحابة يأخذون من مثل هذه المواقف متنفسا لبث حقدهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالوا؟ جعلوا من قضية فدك قضية، وبنوا كما يقال عليها قصرا ومصرا، وهي وحالهم أشبه بأوهن من بيت العنكبوت. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أبي بكر الصديق وهو الخليفة، فطلبت منه ميراثها من فدك، إن قلنا فدك خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى بني هاشم، كان يعين فقيرهم إلى آخره، فكانت خالصة له. فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها أعطني ميراثي من فدك، هي لها الميراث لأنها سترث ثم يعود عليها كل هذا الميراث، لأن هي الوريث الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أولاده كما قلنا توفوا في حياته. فمنعها الصديق لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان وقافا عند النصوص، لا يجامل لا فاطمة ولا علي ولا عمر ولا عثمان ولا أي أحد،
رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في سقيفة بني ساعدة عندما اختلف المهاجرون والأنصار وقال المهاجرون وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر لا، بل نحن الأمراء أي قريش وأنتم الوزراء. قال ذلك هل طمعا في الخلافة؟ أبدا. قال ذلك لأنه وقاف عند النص، لأنه ساق لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش، الخليفة قرشي، إلا إذا لم يوجد قرشي كف أو ما وجد غيره هنا يعني يكون غيره، فكان وقافا عند النصوص. فكذلك هنا قال يا فاطمة ليس لك شيء. لماذا؟ ساق لها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا هو النص، وهو مقدم على قول فاطمة وعلى قول علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بشر كسائر البشر، لا نقول إنها لاهوت وناسوت وخلافة تكوينية وتخلق الخلق، هذا الكلام الشرك الطوام ثم يقول لك هذا هو الإسلام الصحيح. نقول هي بشر من سائر البشر رضي الله، ولكنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فكأنها أخذت شيء من على خاطرها فترة من الزمن، ثم أيضا ما كان من الصديق رضي الله عنه وأرضاه كرامة لفاطمة وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أتاها وطيب خاطرها حتى طاب خاطرها قبل وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. علي بن أبي طالب في خلافته هل أرجع فدك لأبنائه؟ أبدا، لأن بعد ما توفيت فاطمة لو كانت فدك ميراث لفاطمة من اللي يرثها الآن؟ علي وعياله، ولا لا، علي وأولاده، علي كل الربع لأن لها أولاد والبقية للحسن والحسين. طيب ما لم يعطهم، إذن علي ظالم. أنتم معي إخواني، هم يقولون أبو بكر الصديق غصب فاطمة فدك، نقول ماشي على فرض كلامكم أيها المبتدعة، أبو بكر مات جاء بعد منه عمر، الميراث ما يبطل، الميراث لو تأخر عليك 100 سنة يبقى الميراث لك، حق شرعي جعله الله لك ولأبنائك من بعدك، صح؟ توفي أبو بكر ماشي، أبو بكر كان ظالم لفاطمة، جاء عمر، عمر هم ظلم فاطمة، وما أدري علي بن أبي طالب وينه، إذا كان أبو بكر ظلم فاطمة وعلي ظلم وعمر لماذا لم يتحرك علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يدافع علي بن أبي طالب وهو الذي كان يعني إذا ضرب الأرض بسيفي تتزلزلت الأرض كما يقولون؟ لماذا لم يستطع أن يأخذ حقه الذي يستطيعه أقل الرجال شجاعة؟ هذه بنخليها ماشي. جاءت خلافة عثمان، نقول أيضا عثمان ظلمها ما أعطاها حقها، طبعا هي توفيت في زمان الصديق فاطمة، لكن الحق انتقل لمن؟ للورثة. من الورثة؟ علي وعيال الحسن والحسين. جاءت خلافة علي بن أبي طالب، ليش علي ما أعطاهم؟ إذن علي ظالم، علي ظالم، واحدة من الثنتين، إما تقول علي ظالم كما ظلم أبو بكر وعمر وعثمان وحاشام رضي، أو أن تقول ليس علي ظالم كما أن الخلفاء لم يظلموا فاطمة، وهذا هو الصحيح، لأنه معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لذلك هذه قصة فدك التي يطنطن حولها هؤلاء المبتدعة. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من خيبر وفدك وافتح الله عليه اتجه إلى وادي القرى، وهو واد أيضا قريب من خيبر، وأيضا سكانه من اليهود، ودعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قذف الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا، وغنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنائم كثيرة، ثم طلبوا بعد ذلك أن يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عامل يهود خيبر ويهود فدك، أي أن يبقوا في وادي القرى ويعطونه نصف الغلة، وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذهب إلى يهود تيماء،
بعد أن انتهى من خيبر ووادي القرى وفدك اتجه إلى تيماء، فتيماء مباشرة لم يقاتلوا، قالوا له نعطيك الجزية، وهذا حق لهم، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. قال لا لن نقاتل، نعطيك الجزية كل سنة، اضرب الجزية كما تريدها وندفع لك هذه الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن بعد هذه الفتوحات والانتصارات التي استمرت قرابة شهرين كاملين، من خيبر إلى فدك إلى وادي القرى إلى تيماء، والعودة بهذه الغنائم الكثيرة وهذه الغلال السنوية والجزية، لا شك أن هذا كله بعد الله عز وجل كان فتح وصلح الحديبية كان سببا في ذلك ومؤثرا، إذ أن الصلح كان يقتضي المعاهدة والهدنة أن تضع الحرب أوزارها. في طريق عودته صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت الأمور وهدأت، في طريق عودته إلى المدينة كما قلنا أهديت إليه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، فدعاها إلى الإسلام فأسلمت وأعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها، ثم بعد ذلك دفعها إلى بعض النساء فأصلحنها، يعني جهزنها بعد أن انقضت عدتها، تجهزت وجهزنها وبنى بها صلى الله عليه وسلم، يعني دخل بها وأصبحت عروسا وبنى بها لثلاثة أيام رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان يعني من النساء الحظيات عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت تأتيه وهو في حال اعتكافه، تأتيه وكان يعني يحادثها ويعني يعللها صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أردت أن تنصرف ينقلب معها ويوصلها إلى نهاية المسجد، لأنه ما كان يستطيع أن يخرج، كان معتكفا صلى الله عليه وسلم. فعاد عليه الصلاة والسلام في آخر شهر صفر أو أوائل شهر ربيع من السنة السابعة من الهجرة، وبذلك استمرت هذه الغزوة قرابة شهرين كاملين، فتح الله عليه هذه الفتوح وغنم هذه الغنائم وتزوج بهذه المرأة المباركة صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في درس الغد إن كان في العمر بقية ما يتبقى لنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة